مستوى كان جدا سيء، ولا بد ان نعتذر للجمهور الكبير اللي قاعد يدعمنا. ما عمره شفنا المنتخب السعودي بهذا الوضع، غير راضين تماما عن اللي قاعد يصير. تاخذ نقطتين من 3 مباريات على ارضك، هذا امر غير مقبول تماما، لكن ان شاء الله سيتم اتخاذ كل الخطوات. بدون شك احنا عندنا مدير فني ويتناقش مع المدرب ويحلل كل مباراه. الأداء أمام اليابان كان أفضل من اليوم. اليوم كان مع احترامي الشديد للمنتخب البحريني اللي أهنيهم على حضورهم وعلى منافستهم، لكن أعتقد كان بسهولة ممكن نخلص المباراة من بدري. أضعنا ضربة جزاء للأسف، أمر غير مقبول تماما. إحنا اليوم نقدر الزعل الشديد اللي يمر فيه الجمهور السعودي. أنا كرئيس اتحاد قدم أتحمل مسؤولية كاملة، وأعد الجميع إن شاء الله أن نروح يعني نجد في قرارات. يعني مستحيل أنك أنت تخلي الفريق أو تخلي المنتخب يظهر بهذا الشكل 3 مباريات أمام جمهور قاعد يساند من أول دقيقة لآخر دقيقة، ويعني إلى متى بتقدر تنتظر؟ صحيح أنه يمكن مع ذلك يمكن بعض النتائج خدمتنا نوعا ما. اليوم أنت تتكلم عن الأول اليابان ب10 نقاط، إحنا نتشارك مع أستراليا والبحرين ب5 نقاط، لكن أيضا باقي لك مباريات خارج أرضك ما حتكون سهلة. عموما احنا راح نجلس مع الإدارة الفنية ونجلس مع أعضاء مجلس إدارة، وإن شاء الله نشوف وش الخطوات اللي نحتاجها أن يظهر منتخبنا إن شاء الله في مباراتين القادم في نوفمبر. بناء على الإعلام فقد الثقة في المدرب، هل الاتحاد السعودي باقي ثقة؟ لا، شوف، ما تقدر أنت تقيم الآن. احنا في وقت غضب وزعل، فما تقدر أنت تقيم أو تأخذ آراء بهذا الوضع. نجلس إن شاء الله بكرة مع الإدارة الفنية، وإن شاء الله ما يصير لك الخير وما يصير لك اللي يرضيك. ما إحنا ما قلنا عن أي قرار. إحنا قاعدين نقول لك إنه راح ندرس كل الأمور. إحنا راح ندرس كل الأمور، وعطونا بس كم يوم إن شاء الله وبعدها ما يصير لك. الاتحاد السعودي نشاهدها أقل من الجمهور السعودي. إيش السبب؟ يعني ما في المدرب، ما نلاحظ إنه في غضب على المدرب، دائما تطلع تبرر المدرب. إيش السبب؟ ما أقدر أقول. تدعم كافة المنظومة وتحفزهم انهم يؤدون الشيء المطلوب منهم. ما تقدر انك، ومو كل شيء يصير داخليا احنا نتكلم فيه. الفرصه متى ماشيين؟ حتعطوا فرصه متى ماشيين؟ هذا التصريح من سعاده ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم. جميل التصريح، لكن كان يجب ان يكون في الجوله الاولى بعد ما خسر المنتخب وظل يكابر حتى وصل الى هذا الاعتراف بانه المنتخب السعودي الان لا يمكن ان نتركه أو نتركه بدون أي قرارات. هذا الكلام جميل، لكن كان يجب أن يكون في الجولة الأولى. لكن الآن بعد أن وصل المنتخب إلى هذه المرحلة، أنت جزء من المحاسبة، أنت جزء من الذين يجب أن يحاسبوا على هذا الحال، ولست أنت من يحاسب، يفترض أن يحاسب في هذا الموقف في بعد هذه الخسائر المتراكمة. 9 نقاط على أرض المنتخب السعودي، حصل فقط على 2، لا يرضي أحد هذا أبدا، واللي يرضيه أحد عليه أن يفسر ما يقال بأنه حسابات شخصية.